على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. وبعد، السائل يقول آية الكرسي دبر كل صلاة يدخل الجنة، ما هو الدليل؟ الدليل حديث أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه الذي فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قرأ آية الكرسي دبر كل صلاة لم يمنعه من دخول الجنة إلا الموت. والحديث العلماء بيعدوا من أحاديث فضائل الأعمال، وطبعا فضائل الأعمال منها ما يدخل الجنة، أعمال كثيرة جدا تدخل الجنة، كقول النبي صلى الله عليه وسلم لبلال قال: أخبرني بأرجى أعمالك فإني سمعت دفن عليك في الجنة، يعني سمعت رجولك، حركة رجولك في الجنة. قال له: أخبرني بأرجى أعمالك. قال بلال رضي الله عنه: ما توضأت وضوءا إلا وصليت ما كتب الله لي من صلاة. واللي هي عند الفقهاء بسموها ركعتي الوضوء، صلى اتوضأ يصلي ركعتين إلا يكون في وقت من أوقات النهي عن الصلاة، معلش تمام. وغير من الأعمال، الإنسان إذا قال سبحان الله وبحمده غرست له نخلة في الجنة، وإذا قرأ سورة الإخلاص قل هو الله أحد 10 مرات بني له قصر في الجنة. العلماء قالوا أحاديث فضائل الأعمال بتكون لمن صحت عقيدته، شفت يعني فهم الحديث ده بيدخل الجنة. اللي بيقرأ لا إله إلا الله اللي بيقرأ آية الكرسي بيحافظ على بعض الصلاة يدخل الجنة، لكن بشرط شنو؟ تكون عقيدته صحيحة، عشان ما يجي واحد صوفي هسه يسمع كلامنا ده ولا يسمع الحديث ده ويفهمه غلط طوال يقول لك بس ده نحن راجلنا من قبل، مش لا آية الكرسي بتدخلني الجنة بعد دبر الصلاة، أي خلاص يقول لك سيبونا من مواضيعكم الكثيرة دي، فلان مشرك وده أشرك بالله وده مرق، يقول لك بس أنا بحافظ على آية الكرسي دبر الصلاة خلاص دخلت الجنة. لا، دي بتكون لمن صحت عقيدته، لكن إنسان عقيدته خربانة مش كان قريت فهمت آية الكرسي، لو قريت القرآن كله فهمت، لو كله قريته ما عندك أي عمل صالح عند الله مع الشرك اللي اتكلم عنه المشايخ قبالي قبل شوية، شرك بتاع الصوفية، القصائد بتاعت البرعي فهمت، القصائد بتاعت السمانية، العقائد الموجودة الآن في الراديو في التلفزيون، تفتح الراديو تلقى واحد بيتكلم يقول لك نحن في البلد دي في بلد مباركة، هنا مباركة هنا؟ منو قال مباركة؟ طوال يقول لك، وحتى مدينه للطلبة أولادنا الصغار بيقرون في المدرسة، قال غرية شنو ما عارف غرية مبروكة، ليه؟ قال لأنها فيها كثير من القباب والأضرحة، والقباب والأضرحة دي سبب بركة ولا دي سبب من أسباب البلاء؟ النبي عليه الصلاة والسلام لما جاءته أم حبيبة وأم سلمة شافا كنيسة في أرض الحبشة فيها تصاوير مزركشة كده وصور بيجاي وبتاع أشكال، لما رجع انحكى للنبي عليه الصلاة والسلام قال: أولئك لأم سلمة، أولئك إذا مات فيهم العبد الصالح أو الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصور، أولئك شرار الخلق عند الله. أسه بيجعلوا لك من علامات البركة والصلاح كونه في قبة مبنية والجماعة بيجوا بزوروا في القبة، فهمت كلامي؟ ودي من علامات شرار الخلق عند الله سبحانه وتعالى. على أي حال الحديث صحيح، أنت من باب فضائل الأعمال تحافظ على قراءة آية الكرسي دبر الصلاة، دبر الصلاة بعد ما تنتهي الصلاة، وتقول الأذكار بتاعت الصلاة من الاستغفار 3 مرات: واللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام، وبعد ذلك تسبح 33، تحمد 33، وتكبر 33، بعد ذلك ممكن تقرأ آية الكرسي وده الوقت بتاعه، فهمت كلامي؟ طيب سائل بيقول:
إذا مات الإنسان ودفن وجاوب على أسئلة الملكان أو الملكين، هل يدخل الجنة مباشرة؟ دخول الجنة يا أخواننا بيكون يوم القيامة، الجنة دخول يوم القيامة تمام، لكن الإنسان في القبر يفتح له باب إلى الجنة ويأتيه من نعيمها، يطعم من الجنة ويأتيه جليس صالح يجالسه في القبر ويفسح له في قبره مد بصره ويرى مقعد من النار، المقعد اللي أصلا كان بتاعه بتاع النار، ويقال له أبدلت به مقعدا في الجنة، دي بيراها وبيجد من نعيم الجنة في القبر. أما دخول الجنة الدخول الحقيقي ده بكون يوم القيامة بعد الشفاعة الكبرى، ويبدأ الحساب وينتهي الحساب ويستفتح النبي صلى الله عليه وسلم وهو أول من يدخل الجنة، بعد ذاك الناس بيخشوا ورا النبي عليه الصلاة والسلام. قال ما هو أفضل كتاب؟ تفسير القرآن الكريم. الكتب يا أخواننا في التفسير قبل كده ذكرناه، الكتب الإنسان بيقرأها في التفسير كثيرة، ولا تقرأ أولا إلا لتفسير صحيح، ما تمشي تقرأ ساي تلقى كتاب تفسير، تلقى تفسير القرآن العظيم في واحد بتاع ابن عربي، تفسير القرآن العظيم كبير قريب 12 مجلد، ده كان مشيت قريته الله يعوضك بعد ذاك والله تبقى كافر كبير. في تفسير اسمه التوحيدي، تفسير ده بتاع الترابي بتبقى زنديق لو قريته، بتمرق من الإسلام، ما تقرأ في التفاسير ساي. شوف التفاسير العلماء قالوا تبدأ في القراءة بالتفسير الميسر سهل وتفسير صحيح، تبدأ بتفسير الإمام السعدي مجلد واحد اسمه تيسير الكريم الرحمن، مختصر بيديك معنى الآية باختصار شديد وفهمك ليه، وكثيرا ما يربط القرآن بالوضع المعاصر وهو تفسير معاصر وجميل جدا، تقرأ تفسير الإمام السعدي، دار تتوسع في التفسير من حيث الأحاديث الواردة في معنى الآيات، تقرأ تفسير ابن كثير، ده تفسير سلفي، ابن كثير الدمشقي اسمه تفسير القرآن العظيم. من حيث القدم أقدم تقرأ تفسير البغوي اسمه معالم التنزيل للإمام البغوي، ده تفسير سلفي ما في كلام. أقدم منه وده شيخ المفسرين تفسير جامع البيان للطبري، ده تفسير ما في كلام، وده شيخ المفسرين والمرجع بالنسبة للمفسرين كويس. ممكن تاني تقرأ برضو تستفيد من فتح القدير للإمام الشوكاني تفسير جيد، أضواء البيان للشنقيطي تفسير جيد، وده فسر القرآن بالقرآن واهتم، ما فسر لكل آية لكن بيعمل مباحث في غالب الآيات القرآنية في التفسير، دي تفاسير معتبرة. أوعى تقرأ تفسير سيد قطب اسمه ظلال القرآن، ده بيعوه وبينشرون أز عبد الحيوسف بيوزعوه، وبدافع عنه هذا الرجل عبد الحيوسف هو المدافع الأول في السودان عن سيد قطب، وده من أسوأ كتب التفسير، بل هو ما تفسير، العلماء قالوا كما قال الشيخ محمد أمان الجامي رحمه الله تعالى، قال هو عبارة عن جمع بين آراء الصوفية والجهمية وأصحاب وحدة الوجود والأشاعرة، وده تفسير ضال، هو عبارة عن ينبوع من ينابيع البدع، تفسير سيد قطب فيه بدع الخوارج والتكفير، تقال التكفير ده جاء من وين؟ هسه جماعة يجي يقول لك داعش، ومن أين جاءت داعش؟ أنتم ما عارفيننا؟ داعش جاءت من وين؟ ما جاءت من التفسير، تفسير ظلال القرآن بتاع سيد قطب، كفر فيه كل المجتمعات، ده في تفسير سيد قطب ظلال القرآن، وادعى فيه أن القرآن مخلوق، ودي بدعة زمان العلماء كان بيكفروا بها الزول اللي بيقولها، قلت القرآن مخلوق كافر، ده زمان عند العلماء، والحكم باقي حتى الآن، حكمه باقي، لكن الناس بيقوموا ما بعرفوا الأشياء دي،
على أي حال تفسير ظلال القرآن من أسوأ كتب التفسير، وأي زول بدافع عن هذا التفسير ولا عن صاحب التفسير هو مبتدع ضال. يا جاهل ما بعرفه، فهمت؟ لكن ما جاهل ده مبتدع ضال منحرف. الآن التفسير ده في السودان بيشرح فيه الدكتور محمد الأمين إسماعيل، نائب رئيس جماعة أنصار السنة المحمدية، عشان تعرف إنه الجماعة دي انفلتت. زمان كان فيها ناس على خير، بدري لما جاءت الدعوة إلى هذه البلاد في القديم، كالشيخ محمد أو الشيخ حسون، وكالشيخ محمد الحسن عبد القادر، قديم يتوفى زمان رحمه الله تعالى، وكالإمام المؤسس وهو إمام مجدد وعالم من علماء الأمة محمد حامد الفقي، ده اللي أسس جماعة أنصار السنة المحمدية. ديل كان لهم آثار طيبة، علماء أجلاء زمان كان عندهم آثار طيبة، ونشروا دعوة التوحيد وحاربوا التصوف وحاربوا أهل البدع. كانت الجماعة بخير زمان، لكن أول ما جاء الجماعة لسه ديل ساقوا للسياسة، بقت شغلة بتاعت قروش، والقروش معاه مجاملة لأهل الباطل. لا بد تتسامح مع الصوفية عشان تجيب قروش، وتتسامح مع الإخوان المسلمين، وتفتح باب لنشر الضلال. عشان كده الآن بقت أنصار السنة الآن باب من أبواب الانحراف، عشان ما أغوش عليك. بعد شوية ممكن تلقى لك حلقة، بعد يوم يومين واحد هنا معلق لك يافطة جماعة أنصار السنة المحمدية، فهمت؟ ممكن يغش عليك واحد تاني يجيب لك فتاوى للعلماء، يقول لك هذه فتوى للشيخ ابن باز يثني على أنصار السنة، فتوى للشيخ ابن عثيمين يثني على أنصار السنة، فتوى أخرى لفلان. لا لا، قول له ده كان زمان. بتعرف الكان زمان؟ بس يا هو ده زمان ذاته. زمان أثنوا عليهم العلماء لما كانت دعوة بتاع التوحيد، لما كانت تحذر من البدع والضلال، عشان كده أثنى على العلماء زمان. أما الآن وين دعوة التوحيد؟ أمشي الآن خطبة الجمعة في المركز العام لجماعة أنصار السنة المحمدية، في خطبة جمعة عن التوحيد، أتحداك أمشي الآن، خش المركز العام بكرة صلاة الجمعة، أمشي شوف خطبة الجمعة عن شنو بتكلموا فيها، عن التوحيد. التوحيد أساس دين الإسلام، ما في، خلوه زمان، بقت الشغلة كلها فهمت برامج سياسية. ومشروع التمور قال دار يجيبوا تمر يأكلوا الناس، مشروع التمور يا ناس نحن ناقصين تمر؟ الشعب السوداني فاقد تمر ولا زلابية؟ الناس دار عقيدة يا ناس، يا أمة يا أنصار السنة، دارين عقيدة. على أي حال محمد الأمين إسماعيل نائب رئيس جماعة أنصار السنة المحمدية الآن بيشرح في ظلال القرآن كتاب سيد قطب، وبشكر في ظلال القرآن وفي عبد الحي وشلة الأخوان المسلمين. الآن بقت فرع من فروع الأخوان المسلمين، مش أنصار السنة، جيب لي زول لو بغلطك جيبوا لي هنا، فرع من فروع جماعة الأخوان المسلمين، اللي بغلطك قابلنا به وشفته. والآن البدافع عنهم زول قبل اليوم كان بيتكلم فيهم محمد مصطفى عبد القادر، ده الزول اللي علم الشباب الطعن في أنصار السنة والكلام في الحزبية. جا رجع الآن الدو شنو أنا ما عارفه، عليم والله بالضبط الدو شنو أنا ما عارف، لكن الآن جاء بدافع عنهم بكل ما عنده من قوة. وقبل اليوم أكان بيقول للناس كتاب سنة وشوف شغلتك، السبقت كتاب سنة وانصار السنة، ما في شوف شغلتك ده أنا ما عارف مشت وين. على أي حال أنت أعرف إنه السلفية في السودان ما بتمثل أنصار السنة، ما بتمثل السلفية أبدا، لا من قريب ولا من بعيد ولا في ذول بيعترف فيه. خلينا نحن أمشي العلماء برا السودان، ما في عالم واحد بيعترف بأنصار السنة اليوم، ما في، دي شغلة هنا جبتها بتاع السياسة في البلد دي بس، لكن برا عالم بيعترف فيهم ما في أبدا، والله المستعان. دي الكتب بتاعت التفسير وريتك ليها. سائل بيقول إذا شرب الرجل الخمر هل يواصل صلاته أم يصلي بعد 40 يوما؟ الإنسان إذا شرب الخمر وفاق من خمرة العقل خلاص بقى واعي، أول حاجة يتوب من الخمر. مش إحنا بنقول له وقف الصلاة بعد 40 يوم، لا لا ما بنقول له وقف أبدا، وقول بيضمن له يعيش بعد 40 يوم، ممكن تموت بعد 40 يوم، تموت
شارب خمره وتارك صلاه كمان يبقى عليك اثنين، شارب خمر وتارك صلاه الواجب عليه اذا شرب الخمر ان يتوب من الخمر اولا وما يترك الصلاه، يصلي، لانه شارب الخمر هو مسلم، مسلم لكن مرتكب كبيره، ما بنقول كافر، لكن تارك الصلاه كافر، لانه النبي صلى الله عليه وسلم قال العهد الذي بيننا وبينهم الصلاه فمن تركها فقد كفر. عشان كده انت ما بتقول له الوعيد اللي جاء في الخمر انه ما تقبل له صلاه وكده، تقول له خلاص وقف الصلاه ما تصلي 40 يوم. ليه؟ هو نفسه يصلي ما يوقف الصلاه ولا يوم واحد، لانه اذا وقف الصلاه كفر بالله عز وجل. يصلي ويترك الخمر، يتوب توبه نصوح الى الله تبارك وتعالى. قال في ايه او روايه في القران الكريم ربنا قال يوم يعض الظالم على يدي يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا الى اخره. قال هل ايه صحيحه؟ نعم ايه صحيحه. قال تعالى سوره الفرقان يوم يعض الظالم على يديه. الظالم ده الذي تبع احدا غير النبي عليه الصلاه والسلام وترك ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم من البينات والهدى، اتبع له واحد ثاني. فهمت كلامي؟ يوم يعض الظالم على يديه من الندم، العلماء قالوا بدخل يديه جوا خشمه كلين، مش بيعض اصبعه، أنت لو ندمان بتعض اصبعك صح؟ كده حي ندمان يعني؟ لا، ده من شدة الندم الله قال يعض الظالم على يديه، يده كلها جوا خشمه، وده خشمه قدر كيف انا ما عارف، لكن دي من احكام يوم القيامة. يعض الظالم على يديه من الندم يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا. يا ليتني، يا ليتني لما اتخذ فلانا خليلا. العلماء قالوا فلانا دي جات نكره، بعدين فلانا دي بتخد فيها زول الدقه فيك مقلب. ما هو زمان اصلا الايه نزلت في عقبه ابن ابي معيط، والدقه فيه مقلب ابي ابن خلف، عشان كده في قراءه للايه ليتني لما اتخذ ابيا خليلا، لانه ابي ده دقه فيه مقلب، كان بيعزم الناس وكده، زول كريم هو عقبه، بيعزم الناس وكان بيحب النبي صلى الله عليه وسلم في الجاهليه قبل الاسلام، كان بيحبه جدا. فقام اول ما جاء من سفر عمل دعوه وعزم الناس كلهم للاكل، وجاء النبي صلى الله عليه وسلم فاستغل قضيه محبته دي، النبي عليه الصلاه والسلام دار يدخله في الاسلام، قال له انا ما باكل الا تشهد ان لا اله الا الله واني رسول الله، ما قال له ما باكل معك. وطبعا العرب بيعيروا بها الحته دي، لو زول ابى ياكل اكلك كان بيعيروه بها. فقام شهد الشهادة خش في الإسلام عقبة ابن أبي معيط. بعد ذاك الحصل شنو؟ أبي جاو صاحبه، وده أصدقاء السوء، عشان كده ما صاحب لك واحد عواليد، صديق سوء ما صاحبه. جاو راجع تاني قال له أنت، قال له كيف تشهد الشهادة وتدخل في الإسلام وترتد عن دين آبائك؟ لابد ترجع، قال له، وتمشي لمحمد تتفلي في وشه. فهمت؟ صدقوا مسكين، مشى للنبي عليه الصلاة والسلام وتفلوا في وشه، التفاف رجع عليه هو في وشه وقبح وشه ومات على الكفر. فالآية دي فيه ليتني لم أتخذ فلانا أبي بن خلف خليلا لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني، بعد ما دخل الإسلام، لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا. عشان كده العلماء قالوا الانسان ما يصاحب له صديق بتاع سوء، ما صاحب لك واحد تابع له طريقه من الطرق تجاني ممكن يدق فيك مقلب في اخر لحظه في حياتك، اخر لحظه انت دار تموت يقول لك قول يا احمد التجاني تحلني، يا احمد التجاني تحلني، قولها قلت مت على كده جهنم، روح جهنم طوالي. والدقه فيك مقلب منو؟ بكون دقه فيك مقلب صاحبك التجاني اللي انت مصاحبه. اوعد صاحب لك تجاني، اوعد صاحب صوفي، اوعد صاحب اخو مسلم، لانه ده ممكن يضيع منك في اخر لحظه من لحظات حياتك، وانت مفترض تقول لا اله الا الله وتدخلك الجنه، الاخو المسلم يشبكك ونحن في هذا الاطار وسنظل
في الوحدة الوطنية تعرف يضيع عليك الشهادة تموت على غير الملة، فهمت كلامي؟ ممكن يضيعك في آخر لحظات الحياة، كده أحذر من أي صديق على غير الكتاب والسنة. ما تخاوي إلا مؤمن، ما تخاوي سايخ، لأنه ده بضرك، يضرك والله، يضلك ضلال ما تعرف عاقبته إلا يوم القيامة. عشان كده الآية دي في سورة الفرقان وتفسيرها يطول، أنا أكتفي بهذا القدر وأقدم شيخنا مزمل للإجابة عن بقية الأسئلة.